إصدار الحكومة قرارا بعزل مساحات إضافية في منطقة رفح في الاتجاه الشمالي الشرقي بمحافظة سيناء. خلونا نعرف من السيد المحافظ سيادة اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، إيه هي بالضبط المناطق الجديدة التي صدر بها قرار السيد رئيس الوزراء؟ مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا مدام. اهلا بيك، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب، ويا رب تحرير سينا. طبعا، ويا رب ان شاء الله سينا السنه الجايه يكون الاوضاع فيها افضل كثيرا وتعود مره اخرى الى رونقها مره اخرى سياده المحافظ. ان شاء الله قبل السنه الجايه يا رب. امين باذن الله يا فندم. اشرح لنا بالضبط تفاصيل هذا القرار الجديد للسيد رئيس الوزراء يا سياده المحافظ عثمان. هو حضرتك بالنسبه للقرار اللي هو صادر النهارده اللي هو 1008، ده ما هو حضرتك الا تجديد للقرار 1957 بتاع 2014. ايوه فهم. وده ليه حضرتك؟ على اساس ان تم اعلان حاله طوارئ جديده في المنطقه اعتبارا من يوم الاحد 26 ابريل سنه 2015. وبالتالي كان هناك ضروره لتجديد هذا القرار باصدار القرار 1008. والتاكيد على المناطق هي لا اختلاف في القرار الاولاني عن الثاني خالص، هو مجرد عمليه تجديد فقط لا غير. يعني ده مش قرار جديد، ده تاكيد على هذا القرار؟ ده تاكيد يا فندم، على اساس بقول لحضرتك على اساس ان احنا تم فرض او اعلان حاله الطوارئ الجديده يعني. وبالتالي احنا هنا ما بنتكلمش على مناطق جديده. لا يا فندم، هي نفس المناطق. هي نفس المناطق اللي هي جنوب شرق مدينه السادات، جنوب شرق شمال جوز ابو رعد، جوز ابو بالظبط. دي نفس بالزبط. المناطق. طب احنا يا فندم المساحه اللي احنا اخلينا فيها المساكن قد ايه لحد دلوقتي سياده المحافظ؟ احنا حضرتك زي ما انت عارفه ان احنا كنا عملنا مرحله اولى اللي هي ال 500 متر. وبعدين ال 500 متر الثانيه خلاص يمكن فاضل فيها حاليا 36 منزل. يعني هيبقى كده المواجهه اللي هي 13 كيلو 8 من 10 وبعمق كيلو. ده اللي يكون تم اخلاؤه، وحتى الان تم تعويض بمبلغ اجمالي 572 مليون جنيه حتى الان. كم منزل تقريبا يا سياده المحافظ؟ هو حضرتك طبعا احنا عارفين في المرحله الاولى كانوا 837 منزل. والمرحله الثانيه عدد المنازل 1247 اللي تم ازالتهم حتى الان 1211، يعني باقي 36 منزل عشان يكملوا ال 1247. هل عندكم تفكير بعد الحوادث الاخيره في توسيع هذه المنطقه مره اخرى؟ هو طبعا حضرتك يعني عارفه طبعا القرار قدامنا، وقرار عمقه طبعا حوالي 5 كيلو. ومجرد ما نخلص كل مرحله طبعا بيعاد تقييم من جميع النواحي، وبالتالي نبدا المرحله اللي بعدها. فاحنا عملنا كيلو واحد فقط من العمق. ايوه يا فندم. والقرار عمقه والقرار بيسمح بخمسة كيلو. متوسطه خمسة كيلو، فممكن فممكن انه يزداد هذا العمق اكتر من كده. طبعا يعني لازم نكون مسلمين ان العمق هو 5 كيلو. اللي هي المنطقه العازله عمقها 5 كيلو. سياده المحافظ، هل في يعني برغم كل هذه الازالات الا انه تاكد يعني في الاحداث الاخيره ان في حاجات بتدخل لسه عن طريق انفاق وما الى ذلك، يعني هل ده معناه ان لسه محتاجين نعمل شغل اكتر وان لسه في انفاق وان لسه فعلا محتاجين ان احنا يعني نبذل مجهود اكتر في هذا الاتجاه؟ ما يعني يمكن انا قلت لحضرتك ان احنا بكل مرحله تخلص او اثناء العمل فيها بيتم التقييم ونشوف الايجابيات اللي تمت في تلك المرحله، وهل محتاجين ان احنا نزود. يمكن ان حضرتك سمعتي ان في دفق وصل ل 2800 متر او 3 كيلو. مش ممكن هيبقى فيه نفق لهذا العمق يعني والمنطقه استناها كده يعني. وبعدين كميه انفاق كثيره، في انفاق كثيره طبعا. في ظاهرة جديدة في سيناء، هي ظاهرة مواجهة قبيلة الترابين لأنصار بيت المقدس. تقييمك للظاهرة دي ايه؟ ويعني هل بالنسبة لك ظاهرة مقلقة ولا إيجابية ولا ايه يا سيادة المحافظ؟ لا
لا والله حضرتك يعني دي يعني احتمال يكون يعني دي حاجات يعني مش على مستوى القبائل، ممكن تكون دي حاجات فردية، لسه بنقيم الموضوع حضرتك يعني، لأن ده ممكن يكون حاجة فردية، ممكن يبقى فيه مشاكل بين حضرتك عارفة أصل اسم قبيلة ده يعني مش سهل، ده طبعا قبيلة دي أربع والأربع عوائل والعوائل عشائر وأسر، لكن لما نقول قبيلة وقبيلة ده طبعا حاجة كبيرة لا مش أوي. قبيلة، ده قبيلة بتواجه أنصار بيت المقدس، بتواجه الإرهاب، يعني هذه قبيلة الترابين بتواجه أنصار بيت المقدس نتيجة أن أنصار بيت المقدس قتلوا أحد زعمائها، وبالتالي قرروا أن هم يقوموا بالمواجهة ويحملوا السلاح ضدها، ويعني وحشدوا عدد من أبنائها. فأنا عايز أعرف تقييم حضرتك كمحافظ وكرجل دولة لهذه الظاهرة، هل يعني ما انا بقول لحضرتك يعني يعني بيقيم الموضوع حاليا سواء على المستوى الامني او المستوى حتى العوائل، يعني انا بتشوف الموضوع بالظبط، لان برضه ممكن يبقى فيه بلاغه، ممكن يبقى فيه يعني عمليات اكثر من الواقع، فبتقيم كل حاجه بالظبط حضرتك يعني بتشوفها. طيب بشكرك سيد اللواء عبد الفتاح هرهور محافظ شمال سيناء.